بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد عن دواء جديد هو أوجمنتين. أوجمنتين مضاد حيوي واسع المجال قوي. أوجمنتين يستخدم في علاج التهابات كتير، الالتهابات البكتيرية. يعتبر مضاد حيوي واسع المجال. ليه؟ لانه بيعالج التهابات الجهاز التنفسي السفلي والتهاب الاذن الوسطى، ويستعمل في علاج التهاب الجهاز البولي الجرثومي وبعض الامراض اللي هي متعلقه بالجهاز التنفسي. اوجمنتين صوره ان هو عباره عن اقراص وحقن ودواء شرب ونقط بالفم. الأقراص والحقن والدواء شرب والنقط بالفم أوجمنتين هي الاسم العلمي أو مدى الفعالة أموكسيسيلين وكلافولانيك أسيد. هما الاتنين بيقضوا على الالتهابات البكتيرية الموجودة في الجسم. طيب، المادة الفعالة زي ما قلنا الأموكسيسيلين، وهو مضاد حيوي يتركز العمل الخاص به في ان هو يقضي على البكتيريا اللي هي بتكون سبب لحدوث العدوى في الجسم. اما حمض الكلافولينيك اسيد هو من الاحماض اللي هي بتساهم في زيادة تأثير المضاد الحيوي على البكتيريا المسببة للمرض. ما هي دواعي استعمال أوجمنتين؟ يستعمل أوجمنتين في علاج جميع الالتهابات مناطق الأذن الوسطى اللوزتين، يقضي تماما على البكتيريا التي تسبب الالتهابات. يستعمل في علاج الخراجات اللي موجودة في الأسنان. بيعالج الالتهابات البكتيرية في الجهاز التنفسي السفلي زي التهابات الشعب الهوائية والتهابات الرئوية. يعالج الالتهابات البكتيرية اللي موجودة في الجهاز التنفسي العلوي زي التهابات الجيوب الأنفية والتهاب الممرات الأنفية. بيعمل على خفض درجة الحرارة، ويعمل على علاج ارتفاع درجة الحرارة أو ما تسمى بالحمى أو السخونة، ويعالج جميع حالات التهاب الجلد اللي بتنتج عن البكتيريا. بيساعد في القضاء على جميع الالتهابات البكتيرية الموجودة في البطن، ويقضي على التهاب الصفاق. يساعد في علاج التهابات الجهاز التناسلي والمسالك البولية أو الكلى، ويقضي على الأسباب اللي بتسبب التهابات متكررة في المثانة. أيضا للخراريج، على الرغم من أن الدمامل الصغيرة التي يتم التعامل معها من قبل جهاز المناعة عند الإنسان وكرات الدم البيضاء تشفي من تلقاء نفسها، إلا أنه من الأفضل تناول أوجمنتين كمضاد حيوي للتخلص من الدمامل المتكررة والخراريج. طيب، في بالنسبة للبروستاتا، من الممكن أن يتم الاعتماد على أوجمنتين للتخلص من التهاب البروستاتا، إلا أنه يوجد بدائل عدة أفضل من الأوجمنتين في تلك الحالة اللي هي حالة التهاب البروستاتا والتي يتم وصفها من قبل الطبيب المتخصص. بالنسبة للكحة، من الممكن أن يقوم الطبيب المعالج بوصف أوجمنتين لعلاج الكحة في حالة السعال المتكرر والتي تكون ناتجة عن التهاب الشعب الهوائية على سبيل المثال. بالنسبة لالتهاب الغدد الليمفاوية، من الممكن استخدامه، وعادة ما يتم استخدام المضادات الحيوية اللي بتقضي على البكتيريا اللي بتسبب التهابات في الغدد الليمفاوية، وتشمل أموكسيسيلين وكليندامايسين ودوكسيسيكلين وإريثرومايسين، ودي كلها مضادات حيوية بتستعمل لعلاج التهاب الغدد الليمفاوية. بالنسبة لالتهاب الحلق، أوجمنتين يمكن استخدامه لعلاج التهاب الحلق. التهاب الحلق اللي بتسببه البكتيريا اللي هي بتسبب التهاب الحلق، وأوجمنتين بيقضي على هذه البكتيريا وتستجيب لأوجمنتين. أوجمنتين لعلاج الشرخ، طبعا عادة
لا يستعمل أوجمنتين لعلاج الشرخ. ليه؟ لحيث يتم استخدام علاجات أخرى بشكل أكثر شيوعا وأكثر مناسبة لعلاج حالة الشرخ. أيضا يمكن استخدام علاجات موضعية زي المراهم المهدئة والمخدرة لتخفيف الآلام والتهيج، اللي هي الشرخ اللي هو بيبقى في فتحة الشرج. ويمكن استخدام الكريمات المضادة للالتهابات المساعدة في علاج الالتهابات التي قد تحدث نتيجة الشرخ. أوجمنتين لعلاج صديد البول. طبعا في ناس بيبقى عندهم صديد البول ويمكن استخدام، وطبعا ده من هو عدوى من انواع العدوى البكتيريه للجهاز البولي. يحتوي اوجمنتين على مزيد من الاموكسيسيلين والكلافولينيك اسيد، وهما مضادات حيويه تعمل على طريق تثبيط نمو هذه الخلايا وقتل هذه الخلايا البكتيريه. طيب بالنسبه لجرعه اوجمنتين وطريقه استعماله، في حاله الكبار يستعمل أوجمنتين كل 12 ساعة لمدة 7 أيام كاملة، ويكون على شكل أقراص 625 ملي جرام أو أقراص 1 جرام 1000 ملي جرام. في حالة الأطفال يستعمل أوجمنتين دواء شرب الأقل من سنة، تكون الجرعة من 2 لـ3 مرات يوميا، يعني كل 3 ساعات، بتركيز أوجمنتين 156. الطفل من سن سنة لسن 6 سنين تكون الجرعة من 2 لـ3 مرات يوميا مع أوجمنتين تركيز 312. الطفل أكثر من 6 سنين تكون الجرعة 3 مرات يوميا تركيز أوجمنتين 457. لو كان وزن الطفل أكثر من 40 كيلو بيتعامل معاملة الكبار. في حالة الأطفال الرضع يتم استعمال أوجمنت النقط في الفم وبتركيزها 62.5 ملي جرام حسب وزن الرضيع، حيث تكون هناك سرنجات ذات قياسات للجرعات حسب الوزن، لأن الطفل الرضيع بيتم إعطائه دواء الشرب أو النقط بالسرنجة أفضل. طيب أوجمنتين قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ طبعا من الأفضل تناول أوجمنتين بعد الأكل، عشان لو ممكن بعض الناس بياخدوا الدواء قبل الأكل فبيسبب لهم مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي. طيب متى يبدأ مفعول أوجمنتين للأسنان؟ طبعا هو مضاد حيوي، ففي ناس بتلتهب عندهم الأسنان واللثة فبياخدوا أوجمنتين كمضاد حيوي للالتهابات دي. طب تختلف فترة بدء المفعول باختلاف حالة المريض وشدة العدوى ونوع العلاج. وبشكل عام يمكن أن تبدأ النتيجة لأوجمنتين في غضون ساعات من تناول الجرعة، ولكن قد يستغرق الأمر ممكن يوم كامل حتى يحدث تحسن كامل في الحالة. طيب ما هي تركيزات أوجمنتين؟ تركيزات الأقراص 375 ملي جرام و625 ملي جرام و1 جرام اللي هو 1000 ملي جرام. بالنسبة لدواء الشرب للأطفال في تركيز 156 ملي جرام وفي تركيز 312 ملي جرام وفي تركيز 457 ملي جرام. طبعا كل ما الطفل بيبقى أكبر في السن بياخد تركيز أعلى. بالنسبة للحقن يوجد حقن بتركيز 600 وتركيز 1200 للحقن الوريدي فقط. طب بالنسبة للنقط للأطفال الرضع تركيز 62.5 ملي جرام لكل ملي. طيب ايه هي الاثار الجانبيه والاضرار بتاعت اوجمنتين؟ من الوارد ان يتسبب اوجمنتين في اثار جانبيه زي ايه؟ زي يمكن ان يحدث صداع، ممكن ان يحدث تغير في لون البول، دوخه، ظهور فطريات في منطقه المهبل عند السيدات، المعاناه من تشنجات وهكذا. طيب بالنسبه على ذكر السيدات، هل الاوجمنتين امن للسيده الحامل؟ لا ينصح بتناول اوجمنتين خلال فتره الحمل الا اذا كان مطلوب بشكل ضروري وتحت اشراف الطبيب، بس الافضل عدم تناوله للسيده الحامل. وفي العاده يتم تصنيف الادويه حسب فئات تشير لمدى امانها على السيده الحامل، واوجمنتين هو من الفئه بي. يعني الفئه بي يعني اللي تمت دراسات على الحيوانات واثبتت ان هو امن، لكن لم يتم دراسات كافيه على الانسان. طيب ايه هي الاحتياطات وموانع استعمال اوجمنتين؟
المنع الأول في وجود عدم استعماله هو لو إن الشخص عنده حساسية للمواد الفعالة الموجودة فيه، وأيضا اللي عنده تاريخ من المعاناة بمرض الكبد، يبقى الاتنين دول ما يستعملوش أوجمانتين. أيضا من يعاني من اصفرار الجلد، أيضا المعاناة من الفشل الكلوي، كل دول ما يستعملوش أوجمانتين. أيضا المرأة خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، وأيضا الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الدم. طيب بالنسبة للحامل لا يوجد أي تأثير، زي ما قلنا تصنيفه أنه من الفئة بي، ولكن إذا تم التناول يتم تحت إشراف الطبيب. بالنسبة للرضاعة، الدواء يفرز اللي هو أوجمنتين يفرز في حليب الأم، ولكن بنسبة قليلة جدا، وممكن أن يسبب مشاكل للطفل الرضيع، لذا من الأفضل عدم استخدامه، أو لو تم استخدامه يكون تحت إشراف الطبيب. بالنسبة للقلب، تعتبر مادة الأموكسيسيلين المادة الفعالة في أوجمنتين متعارف عليها بتزيد ضربات القلب، لذا من الأفضل لمرضى القلب إن هما ما يتناولوش أوجمنتين. أيضا الضغط، يعتبر أوجمنتين من الأدوية اللي هي بتأثر على ضغط الدم، فلذلك من الأفضل لمرضى الضغط عدم تناول أوجمنتين أو استعماله تحت إشراف الطبيب. طيب بالنسبة لتفاعلات الأدوية، هل أوجمنتين يتفاعل مع الأدوية؟ نعم، يتفاعل أوجمنتين مع بعض الأدوية زي البروبينيسيت والألوبيورينول وارفارين واكينو كيو ارول وميكوفينوليد موفيتيل. طيب بالنسبة لسعر دواء اوجمنتين، سعر اوجمنتين 1 جرام اقراص تركيز 1 جرام اللي هو 1000 ملي جرام 99 جنيه. شريط برشام اوجمنتين الشريط الواحد من اللي هو ب 99 جنيه، طبعا هي العلبة فيها شريطين، يبقى الشريط الواحد ب 49 ونص. اوجمنتين حقن 1.2 جرام ب 36 جنيه. اوجمنتين دواء شرب الاطفال 156 ملغ اللي هو اقل تركيز 39 جنيه و75 قرش. بالنسبة لاوجمنتين 312 التركيز الاعلى ب 48 جنيه. بالنسبة لاوجمنتين دواء شرب 457 ب 72 جنيه. بالنسبة لأوجمنتين أقراص 375 مللي جرام ب 36 جنيه. بالنسبة لحقن أوجمنتين 600 مللي جرام ب 20 جنيه 75. بالنسبة لأوجمنتين نقط للأطفال الرضع 35 جنيه. بالنسبة لأوجمنتين 625 مللي جرام أقراص ب 62 جنيه. بالنسبة لأوجمنتين دواء شرب 228 مللي جرام ب 47 جنيه. بالنسبة لأوجمنتين اي سي 75 مللي 600 ب 89 جنيه ونص. طيب هل أوجمنتين له بدائل؟ أيوة له بدائل طبعا كتير، مضادات حيوية زي كيورام، ايموكس كلاف، كلافيموكس، كلاريسرو، يونيكتام، كليندام، هايبيوتيك، فلوموكس، ميديموكس. في نهاية الفيديو أرجو إن أنتم تكونوا قد استفدتم، وأرجو إن أنتم ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس وعمل مشاركة للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، مع خالص تحياتي وتمنياتي بالشفاء العاجل.